نحن خلية الأزمة المشكلة بالأمر الديواني اجتمعنا اليوم الساعة 8 صباحا ودرسنا الأمر الديواني بتفاصيله. قيادة شرطة نينوى أنجزت التحقيق في قضية العبارة وحددت المقصرين وأيضا حددت أسماء الشهداء والمفقودين، وستتواصل في هذه العملية من أجل إيجاد المفقودين. وأيضا هذا الضرر الذي حصل بالشهداء والمفقودين والجرحى سيتم تعويضه من قبل رئاسة الوزراء ولجنة المتضررين. هذه التعويضات ستكون أولا يعتبر كل متوفي شهيد، فهو يحصل بذلك على ما يحصله الشهيد، إضافة إلى تعويضات مالية أخرى من قبل خلية المتضررين المشكلة من قبل رئاسة الوزراء. النقطة الثانية، اجتمعنا أيضا مع رؤساء الدوائر من أجل أن يستمر العمل في الدوائر الخدمية كالبلدية والبلديات والماء والكهرباء بشكل أفضل، وأيضا تقديم الأولويات في المشاريع غير المنجزة. نعم، حددنا وسنحدد آليات عمل، لأن العمل كما تشاهد يعني يحتاج إلى اجتماعات ولقاءات، وهذه الأمور إن شاء الله ستعالج بشكل علمي وصحيح. الغاية من كل الخدمات ومن كل اللقاءات هو خدمة المواطن وتوفير خدمات المواطن، وأيضا تعويض المواطن مما حصل له من ضرر. وسنلتقي أيضا برئيس لجنة المتضررين لمناقشة هذا الموضوع. والنقطة الثالثة، نحن الحقيقة ندعو كل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي محافظة نينوى أن إلى الاطمئنان من أن هذه اللجنة هي في خدمتهم ومن أجل توفير كل احتياجاتهم، حيث شخصنا التحديات الموجودة في كل قطاع، وسنعالج كل تحدي من خلال تقرير يرفع إلى رئاسة الوزراء وجداول زمنية. وأقصد بجداول زمنية أن هناك يجب أن يكون حلول، وفي حالة عدم وجود حلول سوف لن نستمر في العمل. هذا جدا مهم، هذا هو شروط أعضاء اللجنة، على الأقل شرطي أنا. التوقيتات الزمنية يجب أن تلتزم بها الوزارات المتخصصة كوزارة الإعمار والإسكان، وتعلن عن سنرسل الأمور بعدة أمور. أولا احتياجات سريعة وهي ضرر المواطن كما قلت، سواء السابقة أو الآن التي حصلت في فاجعة العبارة التي حدثت قبل أيام، أو في تحديات كبيرة مثلا الجسور، يجب أن تعلن برأينا وزارة الإعمار والإسكان جدول زمنيا واضحا عن إعلان مناقصات جسر الثالث والرابع والخامس وغيرها من الجسور الصغيرة. وزارة الصحة، أنا تكلمت مع معالي وزير الصحة ومتفهم جدا، أن تعلن قريبا عن إعمار المستشفيات الكبيرة مثلا كالمستشفى الجمهوري. وزارة النقل، سلطة الطيران المدني، أن تعلن متى ستبدأ بالإعلان عن تأهيل مطار الموصل. بدون توقيتات زمنية سوف لا يكون هناك بصيص أمل لدى المواطن في الموصل، وأعتقد الوزارات ستلتزم بهذا. وهذه هي الحلول، أعتبرها حلول سريعة ومهمة، إضافة إلى الحلول الناعمة واللينة التي تقوم بها الدوائر واليو ان دي بي وصندوق الإعمار، الكل من أجل أنه نعيد الاستقرار وإعمار المدينة المنكوبة التي تضررت كثيرا من خلال تحرير الموصل من أيادي داعش إرهابي. إلى أهلي في مدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة خاصة، الكارثة اللي حثت على كل العراقيين وخاصة أهلنا بمحافظة نينوى، وعبر الناس عن مشاعرهم اتجاه هذه المأساة
في مدينة الموصل بالمحافظة وحتى محافظات أخرى شاطرتنا هذه المأساة، في مراسيم عزاء، في تجمعات. اللي أطلبه من أهلي أنه إحنا الآن السيد رئيس الوزراء قطع على نفسه عهود اتجاه مدينة الموصل، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس النواب، وتقريبا احنا دنشوف انه المطالب اللي طلبوها هن بدت تظهر بوادر تنفيذها. احنا كخلية ازمة، نعم الصلاحيات بعدها ما واضحة جدا، لكن علينا متابعة تنفيذ الوعود. راح نتابع تعويضات، نتابع اعتبار الضحايا شهداء، نتابع الدرجات الوظيفية، نتابع المسائل المهمة، كلها راح نتابعها. أنا أشوف ماكو ضرورة للتجمعات بعد هذه الأيام، لأنه نخشى حقيقة، وأنا صريح وياكم، نخشى من بعض المندسين، نخشى من بعض اللي في قلوبهم مرض يستغلون هذه التجمعات في سبيل أنه يشيعون نوع من الفوضى والخراب داخل المدينة. لذلك اللي أطلبه من أهلي، أطلبه من أبناء الشباب، من الكل، التزام الهدوء، وخلنا نصرف لأعمالنا، أعمال البحث عن الشهداء. راح اللي لحد الآن ما انتشلت جثثهم راح تكون مستمرة في كل أنحاء العراق. اليوم أني راح تشوفون من خلال الشاشة، راح إن شاء الله نوزع الزوارق اللي جتنا من قوات التحالف اللي وصلت لنا، راح ننطيها للشرطة النهرية وننطيها لبعض نقاط الشرطة أيضا بعد الجسور، يعني في منطقة حمام العليل أو في مناطق أخرى أيضا حتى يستمر البحث. فاللي أرجوه من أهلي، الموصل أكبر منا كنا، أمن المحافظة هذه مسؤوليتنا كنا، وعليه أطلب أنه هذه التجمعات الآن تنفض، وإذا أكو ضرورة لتجمع تأخذ به موافقة رسمية حتى نقدر نأمن المكان. بداية نعزي أنفسنا ونعزي أبناء محافظة نينوى جميعا وأبناء العراق على هذه الفاجعة والكارثة التي حلت في مدينة الموصل باستشهاد عدد كبير من أهالي الموصل غرقا نتيجة غرق العبارة. هذه الفاجعة على أثرها صار هناك حراك شعبي كبير وحراك سياسي، نظرا لأنها تعتبر من الكوارث التي حلت بالمدن ولم تحصل مثل هذه الكوارث تقريبا منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية. بصراحة نينوى وأبناء نينوى دائما يتعرضون إلى نكبات، نتمنى أن تكون هذه الفاجعة هي وقفة حقيقية من أجل قيام الحكومات المحلية والمركزية بتصحيح المسار والحفاظ على ممتلكات وأرواح أبناء محافظة نينوى. بصراحة حسب الأمر الديواني الذي صدر عن دولة رئيس الوزراء، عندما قامت الرئاسة الثلاثة بزيارة محافظة نينوى خلال فاجعة غرق العبارة، تم تشكيل خلية لإدارة أزمة محافظة نينوى تتألف من الدكتور مزاحم الخياط والسيد قائد عمليات نينوى والسيد قائد شرطة نينوى. هذه الخلية يكون على عاتقها ممارسة الأعمال التنفيذية للمحافظة. اليوم تم عقد اجتماع موسع في قيادة عمليات نينوى من أجل شرح آلية عمل الخلية وبالتنسيق مع الدوائر التي من شأنها الإسراع وعدم إيقاف عجلة الحياة في محافظة نينوى، خاصة وأن هناك بعض المستحقات سواء
متضررين نتيجة الإرهاب أو رواتب الموظفين، رواتب العمال. الحياة يجب أن تستمر رغم كل الذي حصل. سيكون لهذه الخلية دور كبير في المساهمة من أجل تقديم الخدمات المتيسرة خاصة، وأن الشارع الموصل الآن شاهد فيه احتقان كبير لما تعرضت له المدينة من فاجعة في الآونة الأخيرة. حضرت خلية الأزمة اليوم بحضور كل رؤساء الدوائر والأقسام المعنية في هذه المحافظة من دوائر خدمية ودائرة الكهرباء وأيضا دوائر البطاقة التموينية والمواد الغذائية وغيرها من الأمور التي تخص حياة المواطن اليومية. مجمل القرارات كانت تصب في اتخاذ رؤساء الدوائر ومدراءها الإجراءات اللازمة بإعادة الحياة كما كانت في المدينة في السابق وتقديم الخدمات، وأوصت خلية الأزمة بالتعامل ضمن الصلاحيات المحدودة والممنوحة وفق القانون لكل رؤساء الدوائر ورؤساء الوحدات الإدارية، وهذا العمل سيسري إن شاء الله تطبيقه من صباح يوم غد. هذا العمل يعتبر العمل المطلوب. هناك قوانين تعمل، قانون مجالس المحافظات حددت صلاحية كل مسؤول ومدير دائرة في هذه الدائرة، وقد وجهت خلية الأزمة سيكون الحساب على رئيس الدائرة المقصر مباشرة في حالة عدم تنفيذه التعليمات أو عدم إقامته للواجبات وتقاعسه في أداء الواجب، سيحاسب مباشرة ويحال إلى المجالس التحقيقية ثم إعفاؤه.